فاحنا ربنا عايزين يمشي بقى الحقيقة. نشوف شفرة القرآن مرة أخرى، نشرح للسادة المشاهدين أسرار القرآن، ولماذا يعني حضرتك يعني بدأت في هذا المشروع. نعم. الدافع لإثبات أنه القرآن لا يمكن تحريفه، وده شيء يعني خلاص يعني يقين عند الناس كلها. نعم. لا، هو حضرتك المشكلة الحقيقية اللي احنا انطلقنا منها، أو أنا انطلقت منها، ترجع إلى الستينات. احنا كلنا وإحنا شباب كنا بنحلم أن تقام دولة إسلامية معاصرة بتطبق الشريعة الإسلامية تطبيق معاصر. وكنا بنصطدم باختلافات التفسير ما بين المشايخ الأئمة والمشايخ والسلف الصالح. وهذه الاختلافات في التفسير بتجعل طبعا من المستحيل أن الواحد يقيم أي نوع من البناء الثابت. اللي حصل أن إحنا اللي دلينا على الطريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن احنا زي ما نشوف دلوقتي احنا ما جبناش الكلام ده من عندنا. احنا أسرار الله في القرآن ذكرها سيد رسول الله. وإذا سمحتي لي حضرتك خلينا نخش في العرض على طول ونمشي. احنا الدراسة دي سميناها بحث نور الإيمان في الإعجاز العددي للقرآن، شفرات الرسالة الأخيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف بإذن الله تبارك وتعالى. حضرتك ما نزلت لناش على الشاشة. أي الـ اعتقد ان الكنترول عنده الشاشه بتاعتي، عنده في الكنترول عندكم نفس الشاشه بتاعت الدكتور. يلا اتفضل يا فندم. ايوه. الرسول عليه الصلاه والسلام يكشف باذن الله تبارك وتعالى اسرار الله في الكتاب. الكلام ده كله اعد، وحبينا بس قبل ان ندخل في العرض ان احنا نطمن الجمهور. الكلام ده عرض على لجان مختلفة، اللجان في الأزهر مشكلة الإمام الراحل الشيخ السيد طنطاوي الله يرحمه، محمد السيد طنطاوي شكل اللجان، واللجان رجعت هذا الكلام. عندنا الإفادة من الأزهر بالسماح لنا بعرض هذا الموضوع على الناس. تم تسجيل النتائج دي في دوليا وفي مصر. وهنبتدي من اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، هو البداية هنا. الحديث جه كالآتي: عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارس الأعور عن الحارس قال: دخلت المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس يخوضون في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إنها ستكون فتن. ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: عليكم بكتاب الله. كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهذب، من تركه من جبار قسمه الله تعالى، ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله تعالى، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تذيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلح ومن دعي إليه فقد هدئ إلى صراط المستقيم. طيب اهي بيكلمنا اهو بيقول سر. الكتاب نفسه مليء، هو الاساس. طيب رحنا نشوف بقيه الحديث، حديث اخر: سر اوائل الصور او حروف التهجي. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سال سائل ابا بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما عن فواتح الصور. فواتح الصور اللي هي الف لام ميم، الف لام ميم راء، اللي جايه فقال ابو بكر الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في الكتاب أوائل الصور. وقال: سر الله تعالى أوائل الصور، وسر اللي هي الله تعالى في الكتاب أوائل الصور، اللي هي الحروف دي، الحروف ده هي حروف التهجي. هما كام حرف؟ هنشوفهم دلوقتي تفصيلا. وقال علي بن أبي طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. طيب إذن في سر، والسر ده يمثل صفوة،
للكتاب اللي احنا عارفين انه هو صفوة القرآن. عندنا حديث تاني ده اوضح من كده بقى مفيش. عنه صلى الله عليه وسلم قال انزل الله عز وجل 104 كتب من السماء اودع علومها 4 منها التوراة والانجيل والزبور والفرقان. ثم اودع علوم التوراة والانجيل والزبور والفرقان الكتاب المفصل. ثم اودع علوم المفصل فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها ادي بقى أيوة. نقطه مهمه جدا ده حديث. التفسير ده حديث كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزله. اذا الكتاب اللي في ايدنا ده فاتحه صحيحه لا حديث دي حديث. حديث. يعني صحيحه ومخرجه يعني في الكتب الصحاح ولا في كل كتب الصحاح. وسعادتك هتشوف دلوقتي في هو الحقيقه انا عايزه اقول عشان احنا بنتكلم في الموضوع ده عشان انه الشفره الرقميه للقران اكتشاف اقرته لجنه من الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلاميه واكدت صحه النتائج. وقال بعض الفقهاء انه يمكن الاستفاده من برنامج البصمه القرانيه في ترجيح راي على اخر في بعض القضايا الخلافيه. على سبيل المثال خلاف حول الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وما إذا كانت آية أم افتتاحية فقط في سورة الفاتحة، موضحة أن هذا الخلاف قد زال بعدما أثبت البرنامج أنها آية من الفاتحة. يعني هنا في اكتشاف والأزهر أقر ده. نعم. فإحنا بنتكلم في الموضوع الذي أقره الأزهر. لكن عايزة طبعا وإحنا على الهوى تنزلوا شفرة القرآن. إحنا قلنا القرآن كود دوت كوم على الصفحه الاولى العنوان الـ لا الايميل ادرس الايميلات نزل على الصفحه الاولى وهنرجع لها ثاني والسايت ادرس نزلوها تمام نزلوها طول ما احنا بنتكلم. اهم حاجه في الحديث هنا ان الواحد لما يسمعه وانا شاب صغير بتعلم لقيت المساله اقرب للفزوره. 104 كتاب محطوطين جوه القران والقران كله محطوط في الفاتحه. الفاتحه 7 ايات 29 كلمه فيها ال 104 كتاب. ايوه هنشوف الكلام ده ازاي يعني فيها 100 دي صعبه مش عارفه انا حاولت اشرح لزوجي الكلام ده قال لي روحي بتقولي ايه وبعدين قلت له الفاتحه هي اللي فيها ال 104 كتاب. قال لي روحي شوفي بتقولي ايه وبعدين تعالي فهميني انا هبسطها وان شاء الله يكون الدكتور بيتفرج علينا. اتمنى هو يا ريت يكون بيتفرج علينا. هو حضرتك اي واحد فينا بيكتب ما تتفرجش عليا ابدا على فكره حضرتك بتكتبي حاجه على ورقه انا بكتب اسمي ابراهيم مصطفى كامل الالف 1 البيه 2 الره 3 الالف اللي بعدها 4 الهي 5 انا بكتب حروف ولكن حقيقه الامر تحتها في نمر لان انا بعد عديته اهي دلوقتي حروف اسمي. لو انا جيت في الاسم الثاني وبدات من الواحد هبتدي احط اسم ارقام ثانيه ممكن اكمل على طول او 7 8 9 10 الى اخره. فانا بكتب حروف في الحاله دي عندي ارقام الارقام دي اصبحت دليل على هيوصلني لان في شفره رقميه موجوده تحت الارقام ده اهي. فهنشوف هنكمل بسرعه أيوه. واحنا ماشيين يعني بسرعه عشان تطبيقي عشان بسرعه هنوصل بسرعه علشان الناس تكتب. عندنا سر فاتحه الكتاب او السبع المثاني ادي سر تاني. عنه صلى الله عليه وسلم قال ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والكتاب العظيم الذي أعطيته. اللي هي الفتحة ما نزلتش لحد تاني. طب ليه ما جاتش لحد تاني؟ جات فقط لسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنشوف القصة دي واحنا ماشيين في السكة بسرعة. بصينا في الآيات القرآنية عشان نشوف القرآن بيقول ايه. هل القرآن بينوه عن حاجة زي كده؟ عندنا مجموعة آيات اهي. عندنا في سورة النحل بيقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء يعني كل اللي احنا عايزينه موجود في موجود الكتاب, في الكتاب. طيب احنا دايخين مش عارفينه بقى الجغرافيا والكيمياء والعلوم الفضاء والحاجات دي كلها موجودة في الكتاب. النهارده نقدر اقول لحضراتكم نعم وهنقدر نشوف. طب لو تدينا مثال بقى دكتور محمد. انا عايز عشان الصوره تبقى واضحه عايزين نمشي اذا اذنتولي هتستحملوا معايا مستحملين شويه صغيرين عارف متسوقين لمثال علشان الناس تقعد بس يا دكتور. المثال وانا واثق ان الساده المشاهدين متابعينا المثال هنفهمه دلوقتي لما نقول ان احنا طلعنا 104 كتاب. إذا طلع 104 كتاب من الفاتحة من داخل القرآن ومن الفاتحة إزاي؟
لان حضرتك لو جيتي قلتي لي انا معايا كتاب والكتاب ده جواه كتاب تاني، هقول لك طيب انت حطيتي له نظام عددي بحيث النظام العددي يعيد ترتيب الحروف او يعيد ترتيب الكلمات او يعيد ترتيب الجمل علشان لما جمعها من جديد يطلع لي نص اخر، مش ده ممكن؟ في الحروب وفي الرسالات المشفرة اللي التاريخ مليء بيها اتعملت القصة دي عدة مرات، اكواد وكذا اكواد. عندنا بعد كده إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، كلنا بنكرر الآية دي كلنا بنقولها، لكن إزاي بقى نبقى الذكرى محفوظ وإحنا عارفين إن في ديانات سماوية أخرى ما عندهاش كتب، كتبها ضاعت في التاريخ وكتبها علماءهم بإيديهم. طب إيه اللي يضمني أنا كمسلم إن القرآن اللي في إيدي ده كتاب صحيح 100%، ما حدش غير فيه حرف واحد من يوم أن ملاه الرسول صلى الله عليه وسلم على كتبة الوحي. عندنا آيات تانية، آية تانية نتفرج عليها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى إذن في إحصاء وفي عدد، أحصى كل شيء عدد. إحصاء وعدد، وعدد. يعني كل ما كان حد فيهم بيتكلم ما ينطق عن الهوى، مش بيتكلم على راحته، ده بيتكلم في كلام محسوب عليه بيحصى وبيتعد. نكمل، وكل شيء أحصيناه كتابا. الله، ده أنا عندي كتاب واحد، إزاي كل شيء يبقى كتاب؟ ده في 104 كتاب. إذا كان كده نشوف اللي بعدها، عندي آيتين ورا بعض هم من أجمل ما يمكن. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ده في المطففين، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم. وبعدين قال لك مرقوم دي كلا يعني ديجيتال. كتاب مرقوم بالنسبة لنا احنا النهاردة في جيلنا ديجيتال. زمان المشايخ كان يقول لك لا ده هي الرقم اللي جاي في آخر الآية. لا انا عندي مرقوم في عصري انا، الصوره اللي عشان هي دي بقى النقطه. هي دي بقى مرقوم لتركيبات البرمجه الديجيتال، تمام، البرمجه الكمبيوتريه، تمام. يعني مش بس الظاهر، في ورا كل كلمه وورا كل حرف وورا كل رقم، والارقام دي لها مضمون ولها معنى ولها